شباب ما شاء الله تبارك ان شاء الله ما تصب ان شاء الله ما تصب صب الا خلها تصب خلها تصب خلها تصب ونستانس خلها تخرب الجو ايش جو تخرب احنا ما شباب ما شاء الله تبارك ان شاء الله ما تصب ان شاء الله ما تصب صب الا خلها تصب خلها تصب خلها تصب ونستانس خلها تخرب الجو ايش جو تخرب احنا ما شوفوا الصخره يا سبحان الله يا سبحان الله لا احنا صدق بدينا نغرق ها بيك بنانا وير از بيك بنانا والله اني بادي السناب بقول وقف المطر الا شد الحين شد علينا شوفوا والله شد شوف البحر ما شاء الله شوف المناظر لا المطر شكله ما يمزح خلاص والله ما يمزح الاجواء قسما بالله حلوه حلوه لابعد درجه مطر وين ايه ناني وين باي باي قم 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 بس بوريك شيء قم 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 بوريك قم اتمنى يوم مره تقوم اوكي وين قم بس قم 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 شوف طالع طالع هناك هذه قرية كاملة مبنية على سطح البحر تمام طيب يا مبنى يعني ما في تراب ما في سيارات ما ادري لا والله ما فيني شيء حتى في البحر ما تبين ايه في ناس تكفى في ناس ودي امسكك واقطك كذا في البحر تغرقه تقول اتحدى اقطك اتحدى شفت تخيل ابو خالد ان حتى الكورة يلعبونها على فوق سطح البحر ما عندهم تراب شوف شوف يعطيهم الكوره شوف يعطيهم الكوره طاحت عليهم مساكين دخل ابو جاب وش كريزي يلا وش كريزي حلو انا ابي هذا ايش فيك تصير علي خليه ينبسط يا ابو خالد تاكل 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 ترى ايش فيك يا الله صادق الحين دقيقه بسالك الحين هنا في عالم شلون في مدرسة هذه مدرسة صح؟ في مساجد في بيوت في مطاعم في عسى جوهم كذا اليوم بحر ولد ايش فيك والفندق حقنا مو قدامه بحر ابي ابي هنا انا خلاص حسيت بحر يبقى اسمح على روحتي يدور على روحي يدور العانة وينها ويروح لها تعال شلون انت فيك شيء لا تصرخ لا تصرخ يا الله ايش في ذا يا اخي حتى في الغرب ما يبيني احنا مو في الغرب احنا في المينا وي وش المينا يا ابوي الشرس لا خلوا يا مدينه عارفين مدينه لا عارفين وش مينا وش مينا يلا قل لي وش مينا احنا وين في الان وين في احنا في وسط البحر امش طيب من صدقك في مطعم اذا في مطعم مستحيل لا تصرخ يا ولد خلاص ابو خالد فيك ابو خالد اي انا قاعد ابي استوعب شلون في بحر هنا امش امش شلون كذا امش اللي انا مبسوط له اكثر شيء انه في نت هذا اكثر شيء حلو صراحه عليك بالعافية عليك بالعافية خلاص خل محل الوجبات الرئيسية ايش مكتوب اونيون رينج هذا معناته حلقات البصل والله اي والله تبيه ياو وخالد تكفى ما تاكل بصلك لا والله ما تاكل ما اكل حلقات اكل بصل بصل ما ياكل كشري 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 اكل خنزير خنزير تشكن تشكن في خنزير ايش فيك انت تاكله بس ايش فيك شاي اللي باكل انت ايش فيه ذا جيب هذا تعال هذا الصافي حط الصحن ابو خالد حط الصحن ايش الصحن يا ابو خالد اوه سباكيتي هذا السباكيتي اللي كنا نسولف عليه هذا هو سباكيتي انا عليك بالعافيه عليك بالعافيه متى باقي عليك بالعافيه الدفعه الثالثه متى ها متقبل الاكل اي الحمد لله نعمه خالد شو المنقلب بخالد انا ما اقدر اسافر انا ما اقدر اسافر وقت الاكل اسقط لو سمح جنبك بزر يلا كلك اكل صرت دلوع كل امانه يا جماعه الخير اكلهم يجيب الصداع عمركم شفتوا اكل يجيب الصداع يجيب السلال السلال الاكل التايلندي صداع بشكل مو يا الله ودك ترجع للرياض بس تعشى وترجع اهم شيء انه اكل اكل اهم شيء انه اكل هذا ياكل اي شيء اي شيء حتى الخيار عندهم طعمه غريب الحين تمخصر علي صح ليش تمخصر علي تحتنا بحر ولا لا اي تحتنا بحر شلون سوق على بحر يا ابوي السالفه تخيل السوق هذا السوق هذا فوق
البحر. تخيلوا ملاعبهم الكوره كل شيء فوق البحر. شوفوا الى وين شلون مبنى، يلا شلون مبنى، ايش تراني انا شوف الارض يوشو كذا اكل. اسكت انت فيك شيء، جايبنا بحر هنا، ما هنا ما في بحر، هنا ما في بحر. اسكت هنا ما في بحر. اسكت هنا ما في بحر يا دستو. شلون بحر تحت ارض؟ شلون شلون صنع ذا؟ شلون صنع المكيف؟ شلون كذا يا دستو؟ اسكت. لا والله لا بيات، هذا سوق اول مره، سوق في بحر. اللي يخليني مرتاح صراحه ان القريه هذه للمسلمين، تخيلوا فيها مساجد، فيها امور واجد، فمره شيء صراحه يثلج الصدر. في كل مكان المسلمين ما شاء الله. يور مسلم رايت؟ مسلم. سلام عليكم. ما شاء الله كلهم متحجبين ما شاء الله، شوفوا طالوا ها ما شاء الله. طب احنا ضيعنا ترى صدق. السوق صراحه حلو لكن مشكلته انه متكرر، يعني الاشياء اللي تحصلها هنا تحصلها في المحل اللي جنبه، والمحل اللي جنبه تحصلها عند المحل اللي جنب جنبه. هذا الشيء هذا الشيء اللي انا ما حبيته. وصلنا جزيره ذا الحين على هالشاطي، ابو خالد مروق. جبت لي ليه ما جبت لي انا نواف؟ مخسرون علي انت ولا كيف؟ جبه جبه والله ما ادري ايش يا كرهتك. خلاص ما ابي يبرك يا توك تكرهها. ما ابي كرهتها، توني الحين اكرهها. هذا تروك انا بصورها. لا لا يا الله عطى انا ما اعطيك شيء، انت وياه يا ابن الحلال عطى. روح اشتر غالب. جبه جبه بعد ها خله حسبي الله عليك. هذا اللي اقول والله والله واسف رب الكعبه والله معليش والله. ايش راح تكفى كيف طاحت راسه نزل يجيب شيء ورقى والصقع هاك طاحت فيه انا والله العين وصلت وصل عطى عطى تكفى والله ما تذوق ولا علاج والله ما ليش عاد ان طيحته بالغلط. مشاهد الحياه هنا تاخذك الى عالم مختلف من حضاره الانسان والارض والموقع. مخسر عليان شلون شراني؟ انا قال لك بروح البحر. اسبح اسبح خلاص اسبح. راح راح فكنا مالي مصرخ. راح راح ادخل داخل. اوه 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 شو السرعه ذي؟ شو السرعه؟ تبي تخلص بسرعه؟ شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الله. وصلنا هالجزيره الرايقه اللي ما ادري شلون اوصفها صراحه، ما ادري عن اسمها، اذا عرفت اسمها كتبتها ان شاء الله. ها مبسوط ولا مو مبسوط؟ مبسوط مبسوط يا حلو. مروق مروق قال مكيف حدي حدك. بس ان شاء الله اني ما اموت اليوم من الورش. ليه تموت؟ مين اللي قايل لك طيب؟ مين اللي قايل لك؟ ورهم ورهم خليه يشوفوني. ها؟ خليه يشوفوني. هلا بالعيال.